بيقول العظيم فريد الأطرش: الحب من غير أمل أسمى معاني الغرام. وده المنهج اللي كان عايش بيه طول حياته، كان دايما بيفيد بالحب على كل اللي حواليه من غير هدف ومن غير سبب، وده بشهادة كل اللي كانوا حواليه، أولهم سابية جمال اللي لحد آخر يوم في عمرها شهدت بأن فريد كان مثال للنبل والأخلاق والخفة الدم والطيبة والجدعنة. أما بقى هند رستم واللي النهاردة هنتكلم عليها وهنشوف قالت إيه على العملاق فريد الأطرش، فكانت بتقول: أول ما اشتغلت معاه كنت متحفزة شوية وكنت واخدة جنب كده، لحد ما فريد بأسلوبه وطيبته المعهودة بدون أي تصنع دوب التلج اللي بيني وبينه، ولقيت شخصية جميلة جدا ومحبة للحياة ودمه خفيف جدا وبينشر حنان وبهجة على كل اللي حواليه. أما بقى عن جدعانة فريد فما أقولكوش وما أحكيلكوش عليها، ملهاش حدود. لو أي حد من طاقم العمل من الناس اللي شغالة معانا تعب وحس بس إن الحد ده معهوش تمن العلاج، بكل شياكة وبكل نبل بيدفعله حق كل حاجة هو عاوزها من غير ما يجرح إحساسه أبداً. بتقول كمان هند رستم: إن أنا اتعلمت من فريد قد إيه احترام الفن مهما كان. وكان في الفيلم التاني اللي عملته معاه، وهو فيلم الخروج من الجنة، كان في أشد حالات تعبه لدرجة إنه كان ما بيقدرش يربط الحزام على بطنه أو يلبس شوز ليه رباط لأن ده كان بيورم جسمه، واضطر ساعتها إنه يطلع يسافر برا عشان يتعالج. ولما كان باقي شوية أغاني على الفيلم قالوا له: يا أستاذ فريد، إحنا هنجيب دوبلير يأدي الأدوار أو يأدي المشاهد بتاعة الغنى. قال لهم لأ، وقطع رحلة العلاج ونزل عشان يكمل المشاهد بتاعته. وساعتها عرفت قد إيه فريد بيقدس العمل وبيقدس فنه وبيحترم جمهوره، ومنه تعلمت الموضوع ده وتعلمت تقديس العمل مهما كنت تعبانة. وفي الوقت اللي كنا بنصور فيه فيلم الخروج من الجنة وفي مشهد من المشاهد لقيت رقبة فريد بتنبض بشدة كبيرة جدا. قلت له: يا فريد انت تعبان، ارتاح بس شوية ونكمل بعد ما ترتاح. رفض فريد وكان بيأدي المشهد مرة واثنين وتلاتة، وده احترام لجمهوره حتى لو كان في عز مرضه تعبان. وبرغم كل هذا العطاء والتضحية من الراحل الموسيقار فريد الأطرش إلا إن مصر ما ادتوش حقه لا في حياته ولا بعد ما ماته، وده على لسان هند رستم. كمان قالت هند إن ذكرى ميلاده وذكرى وفاته بيمروا مرور الكرام وما بيحصلش فيهم أي حاجة تذكرنا بفريد، ولا أي احتفال ولا أي تهنئة. وبصراحة أنا زيكم كمان وزي الست هند رستم، أنا بسأل ليه الحرب الشرسة دي على فريد سواء في حياته أو بعد مماته؟ لو حد عارف يقولي في التعليقات لأني بجد عايز أعرف السبب. موسيقار وفنان بهذا الحجم من المجد والعطاء وحبا لمصر، إزاي ما يحصلوش تكريم في كل مرة لذكرى وفاته أو ذكرى ميلاده؟ بتمنى من أي حد من عيلة فريد الأطرش يكون بيشوف فيديوهاتنا يقول لنا السبب. طب نقدر نقول إن في حياته كان في منافسة بينه وبين حليم أو بعض الأشخاص، لكن بعد وفاته يا ترى السبب في هذا التجاهل الإعلامي؟ مستنية تعليقاتكم. لو الفيديو عجبكم وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك عشان يتشاف لأكبر عدد من المشاهدين. أشوفكم على ألف خير. سلام.